فلسطين فلسطين. الله أكبر. تكبير تكبير. الله أكبر. الرحمن الرحيم. اليوم راهم معاك نساء مكتب الولائي، مكتب نساء الجزائريات، اتحاد النسوي. اليوم رانا متجندين ورانا واقفين وقفه تضامنيه مع اخواننا الفلسطينيين اللي راهم يتدمروا كل يوم من يد العدو الصهيوني. اليوم الجزائر تقول لفلسطين ان رانا معاك رجال ونساء واقفين معاك بالروح وبالدم نفديك يا فلسطين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رانا كصحفيين وكطاقم قناه الجزائر الانوار متواجدين في ساحه بلاصه خضر لدعم القضيه الفلسطينيه. كما قال الزعيم الراحل ولي بودي رحمه الله، الجزائر مع فلسطين ظالمه او مظلومه. بارك الله فيكم. تمر القضية الفلسطينية في السنوات الأخيرة بحالة من التهميش المتراكم والمتواصل، وهناك لزوم لدفع نواقيس الخطر بالذات، لأن ما نشهده ليس حدثا دراماتيكيا يفرض نفسه بنفسه، بل لأننا بصدد عملية تراجع ببطء انخفاض مستمر في درجة الاهتمام العالمي والعربي. تتغلغل بلا ضجيج وبلا ضوضاء وتفرض نفسها بهدوء كعامل سياسي هو الأهم في السنوات الأخيرة. ولا أجد مبالغة في الإشارة إلى ما نشهده يشبه بحد كبير الظروف التي دفعت إلى اختطاف الطائرات قبل 50 عام، والتي كان هدفها المركزي لفت انتباه العالم إلى القضية الفلسطينية المنسية، وهذا ما فعلته المقاومة. ونحن اليوم لسنا بعيدين عن هذه القضية المنسية. لم يأتي تهميش فلسطين من فراغ أو من تراكم وتزامن عشوائي لأحداث وتطورات إقليمية ودولية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى من المبالغة أن التهميش نجح في البروغاندا الإسرائيلية، فهو لم يكن ينجح لولا العون التطبيع مع الدول العربية. إنه ما يمر من شعب فلسطين وغزة عامة ليندى له الجبين فهو نتيجة خيانة المطبعين. ونتمنى إن شاء الله من الشعوب العربية أن تساند القضية الفلسطينية التي الآن تتعرض إلى إبادة جماعية في غزة. أنا عن نفسي 30 شهيد من العائلة تاعي، والمنزل تاعنا قصف، منزل ذا العمي قصف، كل منازل في المنطقة اللي نسكن فيها قصفت. إن شاء الله نلقوا وقفة صح من الشعوب العربية إن شاء الله. سلام الله عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من بلدي المليون ونصف مليون شهيد إلى فلسطين الأبية بلد الأنبياء. اليوم إحنا كصحفيين طاقم الجزائر أنوار من المكتب الجهوي سيدي بالعباس جئنا لكي نساند إخواننا في فلسطين كلمة وقلم. نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، ربي ينصرهم إن شاء الله. وشكرا.